ما رأي فضيلتكم في صيام الأيام الثلاثة الأولى من رجب، وكذلك الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ جزاكم الله خيرا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب صيام أيام معينة، لا من أوله ولا من آخره ولا من وسطه، وإنما شهر رجب كغيره من الأشهر. من كان له عادة الصيام فإنه يصوم رجب أو في رجب تبعا لغيره. إذا كان من عادته يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو كان مستمرا في صيام يوم وإفطار يوم على طول المدة، فإنه يدخل شهر رجب ضمن غيره من الشهور. أما أن يخص بصيام ويعتقد أن فيه فضيلة فهذا مما لا أصل له في الشرع. تخصيص رجب بصوم أو بصلاة يعتبر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.